حدثنا احمد بن يونس حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد قال حدثني سعيد بن مرجانه صاحب علي بن حسين قال قال لي ابو هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما رجل اعتق امرا مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار قال سعيد بن مرجانه فانطلقت به الى علي بن الحسين فعمد علي بن الحسين رضي الله عنهما الى عبد له قد اعطاه به عبد الله بن جعفر عشره الاف درهم او الف دينار فاعتقه